أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أنه سيتم فتح باب التسجيل لموسم التخييم هذا العام في 23 من أكتوبر الجاري، وأن الفترة الرسمية لموسم التخييم تنطلق من 10 من نوفمبر المقبل وحتى 4 من مارس المقبل. كما أعلن المحافظ استمرار جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الأسبوعية لأفضل مخيم، والهادفة إلى زيادة التنافس الإيجابي بين المخيمين في الالتزام بالشروط الموضوعة خلال الموسم، والرامية أيضا إلى الحفاظ على ممتلكاتهم وسلامة مرتادي البر. وأشار إلى أنه تم توفير خدمة التسجيل الإلكتروني من خلال تطبيق موسم التخييم في الأجهزة الذكية، إلى جانب إمكانية ذلك بالحضور الشخصي لمركز خدمات المخيمين. وذكر أنه تم تحديد مساحة 900 متر مربع للمخيم الواحد، مضيفا أنه من الممكن أن تحصل العائلة الواحدة على ترخيصين بشرط أن تكون المسافة الفاصلة بين المخيمين نحو 10 أمتار، مشيرا إلى أن مساحة التخييم الإجمالية تبلغ نحو 20 كيلومترا مربعا. وأشار إلى أن مبلغ التأمين لهذا الموسم قد تم تحديده ب 150 دينارا، ليكون بذلك عنصرا مساهما في التزام المخيمين لخفض حجم المخلفات. ودعا محافظ المحافظة الجنوبية جميع الراغبين في التخييم إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية في منطقة الأصخير، والتعاون مع مختلف الجهات المنظمة لموسم التخييم، وضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات التي وضعتها اللجنة العليا لموسم التخييم بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.